بعد ما خرج مسلم من نيسابور اتجه لبغداد. وهناك قابل الإمام أحمد بن حنبل. مسلم ابو الحجاج، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بخير أهل نيسابور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل يا ولدي، تفضل تفضل، فأنا أتوق إلى رؤيتك. تفضل. هل تعرفني؟ لقد سمعت عنك الكثير. جئت أتعلم منك. يا سبحان الله، لقد ذهب العلم على رجليه إلى نيسابور، فكيف لم تشخص أمامه؟ تقصد البخاري؟ نعم. إني أحد تلاميذه، ولولاه ما خرجت من نيسابور. لم قصدتني؟ أنت قبلة العلم في عصرنا. أستغفر الله العظيم يا ولدي، أنسيت قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم؟ تفضل يا ولدي، تفضل بالجلوس. قل لي يا ولدي، في أي علم من علوم الدين تريد الاستزادة؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكن البخاري لم يترك لغيره أي مجال للعمل في هذا المضمار. لقد اطلعت على صحيحه، وأخبرني هو بنفسه عن عمله وسفره وتبويبه للصحيح، وأخبرني أيضا بأنه قد ترك أحاديث نبوية شريفة صحيحة، وآثر عدم ذكرها حتى لا يطيل على القارئ أو الحافظ. أتنوي جمع ما تركه البخاري من أحاديث صحيحة؟ ليس هذا فقط يا إمام، ولكني أنوي تأكيد ما فعله البخاري، حتى لا يأتي أحد في يوم من الأيام ويقول إن البخاري قد كتب في كتابه أحاديث غير صحيحة. أتسير على نهجه؟ نعم. وماذا لو كان أحد رواته قد مات؟ سأبحث عن شخصين في مكانين مختلفين بعيدين يكونان قد استمعا لهذا الحديث. هذا عمل شاق. قال لي البخاري نفس الجملة، إنه عمل شاق، ولكنه ممتع يا سيدي. إنني على استعداد تام لأن تتورم قدماي وتجوع بطني في سبيل التأكد من صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مسلم يا ولدي، إن إحياء السنة في كتاب هو إحياء للدين، فالدين ليس قرآنا فقط، ولكنه قرآن وسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فامض على بركة الله، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بما تنصحني يا إمام؟ كان البخاري إذا هم بكتابة حديث كان يصلي لله ركعتين، فافعل مثله. إن الصلاة تقرب العبد من ربه، وتطهر قلبه، وتنقي نفسه،
في الحديث القدسي عن رب العزة قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لقد قرأت هذا الحديث القدسي في صحيح البخاري، وقد حفظته عن ظهر قلب. فلتعمل به إذن يا ولدي. إن شاء الله أفعل. بكم هذا؟ هذا يا أخي إكراما لك بدينارين فقط. دينارين؟ لما؟ لما؟ إن كنت تريد الشراء فادفع وخذ ما تريد، أما إذا كنت تريد المجادلة معي فأنا متعب ولا وقت لدي، واذهب إلى حال سبيلك. ماذا حدث لكم يا أهل ليسابور؟ هيا هيا، لا وقت لدي. حسن، هل يمكنك أن تدلني على بيت مسلم بن الحجاج؟ مسلم بن الحجاج؟ نعم. مسلم لقد ترك نيسابور. عرفت مكانه؟ لا يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد باع بيته ودكانه وترك نيسابور. أنا المسؤول عن هذا. وأنا أيضا كان يجب علي أن أمنعك. لما تركتني أفعل ذلك؟ لماذا لم تمنعني؟ لماذا لم تقل للوالي إن محمد بن يحيى الذهلي كان يغار من البخاري، وإنه طرد مسلما من مجلسه بسبب ذهابه الدائم للبخاري؟ لماذا لم تقل للوالي إن الذهلي بشر، وإن الغيرة قد أعمت؟ الأرض تهتز، إنها زلزلة. الأرض تهتز. ربك يا رب، اللهم ارحمك. أتمنى من الله أن أقرأ صحيحك. سأرسل إليك لتطلع عليها وعلى إسنادها. بارك الله فيك يا ولدي. أستودعك الله. مسلم يا ولدي. أمرك يا شيخي. لو كان بإمكانك أن تراجع البخاري أيضا فلترسل إليه. إن شاء الله أفعل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقك الله يا ولدي إلى طريقك، طريق النور. وأظن أن هذه الزلزلة قد حدثت لا لحزن أرض نيسابور، على سفر مسلم بن الحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. أيها الرجال، ها هو قائدنا وسيد العرب إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم يتحدث إليكم. أيها الرجال، لقد حانت الفرصة لكي نفرض الولاء على أهل الحجاز، فلقد ذهب الحجاج إلى مكة، وعند رجوعهم
سيفاجؤون بأننا على قارعة كل طريق، وسيكتشفون أنهم قد حوصروا، ولا بد أن هذا الحصار سيجعل أهل الحجاز يعلنون الولاء لنا، وستتبعهم بقية الأمصار حتى تسقط بغداد، ويعلن الخليفة المستعين بالله سقوط العباسيين إلى الأبد، وليصبح أنا خليفة المسلمين. قم بتوزيعهم حسبما اتفقنا. أمرك يا سيد العرب. نبايع نبايع نبايع. هيا هيا تقدموا. تفضل يا مسلم. شكر الله لك. من هذا البيت بدأ محمد بن إسماعيل البخاري رحلته لجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا بيت مبارك يا أبا بكر، يكفي أنه بيت ابن عبد الله بن الزبير بن العوام. لقد ذكر أبي عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: هو قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية، إن هذا لهو النسب. إنني أفكر في وضع كتاب عن علم الرجال والأنساب. أعتقد أن جامع الأحاديث النبوية الشريفة لابد وأن يكون على علم ومعرفة بهذا العلم. إن علم الرجال هو مفتاح علم الحديث، فحديث بلا إسناد لا معنى له. ما الذي دفعك يا مسلم لدراسة الحديث دون الفقه والقراءات وعلوم الدين الأخرى؟ اعلم يا سيدي أنني قد درست كل علوم الدين، إلا أن حكمة مشهورة جعلتني أهتم بعلم الحديث. فذات مرة حدثني أحد الأصحاب فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي الشر من أحسنت إليه. فأصابني الشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بمثل هذا، فسألته عن رواة الحديث فأخبرني بثلاثة رجال. فلما قمت بدراسة هؤلاء اكتشفت أنه ليس هناك صلة تربط بينهم، فهذا من عصر وذاك من عصر آخر. فكيف نقول مثلا روى عمر بن عبد العزيز عن معاوية بن أبي سفيان، وعمر ولد بعد موت معاوية بسنوات؟ هذا الذي دفعني لدراسة علم الرجال، وبعد ذلك لدراسة علم الحديث، وازددت شوقا لمعرفة أصول الحديث بعدما وصلني من أمر البخاري. وفقك الله يا مسلم وأيدك بنصره. تفضل يا مسلم. ما هذا؟ بعض المال الذي سيعينك على مواصلة رحلتك. سيدي لقد كنت أعمل بالتجارة وأنا في نيسابور، وقد قمت بشراء بعض البضائع من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة،
وسوف أسافر إن شاء الله إلى مصر لأبدأ رحلة جمع الحديث، وفي الوقت نفسه أبيع ما معي من بضائع. ولكن يا ولدي، إن البخاري رضي الله عنه قد أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. بارك الله فيك يا مسلم. ظلمتني يا ذليل، 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 ظلمتني يا ذليل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد ظلمتني يا إمامنا الذلي، ظلمتني يا إمام، ظلمتني يا إمام، ظلمتني يا إمام. والآن حان وقت الرحيل. إلى أين العزم إن شاء الله؟ مصر. إنك تحاكي البخاري في رحلته. إن رحلة البخاري يضرب بها المثل، فهو لم يترك بلدا كان فيه تلاميذ للصحابة رضوان الله عليهم جميعا إلا وذهب إليه وسأل أهله ونقل عنهم الأحاديث. وفقك الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. أرجو أن تقبل مني هذا الكتاب. الطبقات؟ نعم، إنني أتناول فيه معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الذين رأوه ورووا عنه، والذين شاهدوه فقط ولم يروا عنه. وكيف استطعت التوصل إلى ذلك؟ خلال وجودي في مكة والمدينة استطعت أن أضع هذا الكتاب، وقد اطلعت على كتب الطبقات وسألت الرواة وأخذت بحديثهم. إني على يقين يا بني أن كتابك عن الأحاديث النبوية الشريفة سيكون له مكانه في تاريخ الإسلام. ماذا هناك؟ يبدو أنهم قطاع الطريق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا بنا نبتعد ونسلك طريقا آخر غير هذا. إنكم محاصرون، أهل الحجاز جميعا محاصرون، اقبضوا عليهم.
مفر. ماذا تفعل؟ أخرج لهم ما معي. هم لا يريدون ما معك. من الذي أخبرك بهذا؟ ألم تسمعه يقول إن أهل الحجاز كلهم وقعوا في الأسر؟ وما الذي يقصده بهذه الكلمات؟ لعله يقصد الخروج على الجماعة. أيها الناس، إن أردتم النجاة من الموت فأعلنوا البيعة لسيد العرب وقائدهم إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم. لا بيعة تحت سيف مرفوع يا هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أضعت نفسك. ومن أنت لتتحدث نيابة عنهم؟ وهل أصمت عن ظلم الأراه؟ نحن لا نظلم، إنما أردنا البيعة. للخليفة المهتدي بيعة عندنا، ولا رد لها إلا بشروط. إنه فرض على المسلمين. هذا رأيك وحدك وليس رأي الجماعة. وإن كنت أنت إسماعيل بن يوسف فيجب أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. أنت كثير الكلام والجدال، فاتقي شر هذا الخنجر. يا رجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا رجل صالح لا ينطق إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلن تبرؤي عن دعوتك ودعوة إسماعيل بن يوسف. اقتلوه! لو اقترب أحدكم خطوة واحدة سيقتل قائدكم مرت. ولكن مرهم بإغماد سيوفهم. أغمدوا سيوفكم. قلت لك مرهم بإغماد سيوفهم. أغمدوا سيوفكم يا أغبياء. قلت لك مرهم بالابتعاد. لكنني مرهم بالابتعاد. ابتعدوا. أيعجبك هذا أيها الرجل الصالح؟ لقد روعت أمن المسلمين. دعك من الرجل الصالح ومرهم بالابتعاد، وإلا ذبحتك بسيف هذا. ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا، سوف تبقى هنا ولن تتحرك بعيدا، لن تتحرك بعيدا. أنت السبب في كل ما حدث. ورد لقد وقع في أسر الدمام. ومن يكون الدمام؟ هو أحد رجالنا. ولماذا خرج علينا الدمام؟ الرجل الصالح الذي كان في قافلة الحجاج. رجل صالح؟ نعم، رجل لا يتحدث إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أسد علينا رجلنا؟ نعم يا سيدي. اقتلوا هذا الرجل. سيدي، إن وردا لديهم. أنسيت أننا نحاصر الحجاز من كل الطرق؟ إن وردا سيعود، والدمام سيعود إلينا طالبا الرحمة، وسأقتله بخنجري هذا. اذهبوا إلى أماكنكم ثانية وانتظروا ما يحدث، فإن غدا لناظره قريب. أسنبقى هكذا؟ الدمام يقول إن إسماعيل بن يوسف قد فرض علينا الحصار. فك قيودي ودعني أذهب إليه لأناقشه في الأمر. بل سأذهب أنا إليه. لا، سيقتلك أو يتخذك أسيرا حتى نرسل إليه وردا. لا لا، سيقتنع بكلامك لأنك تملك حجة قوية وأسلوبا رائعا. اذهب إليه حتى ينتهي الحصار ويعود كل منا لموطنه. لا لا تفعل هذا يا مسلم، إنه يريد أن يوقع بك في الفخ. تبقى معنا، علمنا من أمور ديننا ما استطعت. وهؤلاء؟ سيأتي إسماعيل بنفسه لفك أسر ورد. لا أظن إسماعيل سيفعل ذلك. قد يأتي بجيش كبير فيهجم علينا ويقتلنا جميعا. هو لا يستطيع، لأن وردا في يدنا، ومعنى اقترابه أن يقتل ورد. اجلس يا مسلم. كيف تطالبني بالجلوس وهؤلاء سيبيتون ليلتهم في العراء، وخلال يومين سينفد الطعام الذي يملكونه؟ لا تكن عجولا يا مسلم، ودعني أسألك سؤالا عن رجل أسود كلما التقيت به كل صباح،
أحسست بأن النحس سيطاردني طوال اليوم. يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة طيبة. إن ذلك الشؤم يرجع لعراف قابلته منذ سنين في البادية، وأخبرني بأن قتلي سيكون على يد رجل أسود. ألم تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ لكن ذلك العراف لا يكذب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي، لقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرأها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. عجبا لك أيها الرجل الصالح، أتحفظ كل هذه الأحاديث؟ وما لي لا أحفظها وهي ديني. ألن تذهب لإسماعيل؟ أسقط أنت وإلا قتلتك. إذا قتلتني سينتهي الأمر، وسيهجم عليكم إسماعيل ورجاله، وهذا الرجل الطيب سيقتل معكم. هل ترضى أن يقتل هذا الرجل؟ أنا لا يرضيني أن يذهب بقدميه إلى الهلاك. ليس هلاكا يا دمام، إنما هو منع الظلم. ألا تخاف الموت؟ نعم، فلقد دابت على انتظاره في سبيل الله في أي لحظة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أريد الخروج من هذا السجن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إنك ولا ريب تحفظ آلاف الأشعار. لقد اجتمع في قلبي كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تجتمع مع الشعر؟ أنت أيضا تستمتع بذاكرة حادة. سألت ربي أن ينفع المسلمين بها، فوجدت نفسي أحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قل لي، كيف الوصول إلى إسماعيل؟ لا، لن تذهب، ستبقى معنا. وأين هم الآن حجاج بيت الله؟ حاصرهم إسماعيل يا مولاي. لا، لن يحدث هذا في عهدي أبدا. لن تراق دماء الحجاج العزل بسبب شهوة مجنون. إن جنودنا يقفون على مقربة من رجاله وينتظرون إشارة منك للهجوم عليهم. إذن أعدوا لي تخطة الحرب، وبينوا لي عليها أماكن هؤلاء المناوئين. أمرك يا أمير المؤمنين. سيدي سيدي، ماذا وراءك؟ إن جنود أمير المؤمنين على مقربة منا. أخطأت يا هذا، فليس للمؤمنين أمير غيري. سيدي، إنهم يا سيدي، ألم تكن على علم بمقربة جنوده منا؟ سيدي، إنهم يملكون السلاح والعدة. ولكنهم لا يحاصرون الحجاج. أتظن أنهم لن يقتربوا منا؟ نعم نعم، نحن لا نستطيع الاقتراب منهم. ولكننا إذا تحركنا من القطاع الأوسط عرضنا أنفسنا للحصار أيها الوزير. لقد تمكن هذا الإسماعيل من أفضل الأماكن
وقطع علينا طرق الحجاز كلها. وما العمل يا أمير المؤمنين؟ دعوني أفكر. الله أكبر. أي أمهم الذي أفسد علينا الدمام؟ لا ما سيدي. أعطيني رمحك. الرمح لن يصيبه من هذا المكان، لابد من الاقتراب. سيموتون جوعا، وعما قريب سيأتي الدمام ويطلب العفو والصفح. هيا بنا نعود مرة أخرى، فأنا أشعر بألم في رأسي. ألم؟ هل أصابك طوار من هذا المرتفع؟ نعم، فأنا منذ زمن بعيد لم أصعد لجبل كهذا. هيا بنا. هيا بنا. هيا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. معظم هؤلاء قد نفذ منهم الطعام، ذلك لأنهم كانوا بصدد شراء طعام جديد من أول مدينة نصل إليها في الطريق. أعرف ذلك. ماذا ستفعل الآن؟ سنقسم الطعام الذي معنا. فيما تتشاوران؟ في أمر هؤلاء الذين سيشعرون بالجوع بعد لحظات. إسماعيل لن يترك رجله هكذا. إسماعيل لا يفكر إلا في نفسه فقط. لو صح هذا لهاجم علينا بالأمس. الطعام الذي لا يملكه لا يكفي ليلة أخرى. أنت تفكر في الذهاب إليه وأنا أخشى عليك عاقبة اللقاء. أنا لا أخشى إلا الله عز وجل. يا مسلم تدبر الأمر. أنا لن أسكت على هذا الظلم أبدا. ستصبح رهينة في يده وربما يقتلك. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الناس في حاجة إلى علمك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لن يأخذ بنصائحك. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أرسيه 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 سينفجر. الذي أصابني صب الماء على رأسي. صب الماء. صب الماء على راسي. صب صب. امرك يا سيدي امرك. اذهب الى البئر واملا الاناء ثانية. الأوجاع انتقلت من رأسي إلى جسمي كله. ما الذي أصابني؟ ما الذي أصابني؟
هذا الرجل. أيها الرجال، اقبضوا على هذا الرجل القادم نحونا. ماذا تقول؟ بعد لحظتين سيدخل عليك وهو مقيد بالحديد. والماء؟ أين الماء؟ لقد نسيت أمر الماء. نسيتني يا رجل؟ معذرة يا سيدي، فهول مفاجأة أنساني مرضك. أحضر الماء وأحضر الرجل إلينا. أمرك يا سيدي، أمرك. ما الذي أصابني؟ ما الذي أصابني؟ أهي أكلة مسمومة أم الطوار؟ ما الذي أصابني؟ ما الذي أصابني؟ لا، لا وقت للمرض الآن. تحرك. هو ذا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين الماء؟ أين الماء؟ هو سيدي، صبه فوق رأسي. لماذا أتيت إلينا يا رجل؟ جئت أنصرك. أنت تنصرني أنا؟ نعم. وكيف هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. أنا الظالم إذن؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. أجئت تعظني؟ قلت لك جئت أنصرك. ظالما أم مظلوما؟ أنت أعلم بحال نفسك. أنا أعلم أن حصار الحجاج فيه إثم، ولكن الحرب خدعة. أية حرب تلك؟ أية حرب؟ حربك ضد المسلمين؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفى كفى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. اذهب واحضر الماء مرة أخرى، إن النيران المنبعثة من رأسي قد جففت الماء. أمرك يا سيدي، ولكن لا 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 تخف علي منه، فهو لا يحمل سلاحا. ماذا تريد مني يا رجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما اسمك أيها الرجل؟ مسلم بن الحجاج. من أي البلاد أنت؟ نيسابور. إذن فعود إلى نيسابور، لقد خليت سبيلك. أنا لم آتي إلى هنا كي أحدثك عن نفسي. ماذا تريد إذن؟
أن تتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأنت قد ظلمت هؤلاء الذين عادوا بعدما أتموا الحج، كانوا في رحاب الله فحصرتهم وروعت أمنهم وأدخلت الخيفة في قلوبهم، ونسيت أن بينهم الضعيف والسقيم والكبير، ونسيت كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قلت لك كفى كفى، أعطيني الماء أعطيني الماء. فلتخرجه من هنا. نقتله يا سيدي؟ لا، فليعد إلى أهله. فليعد إلى أهله؟ نعم. تقصد يعود إلى المحاصرين من أهله؟ بل يعود إلى وطنه. ما جئت لهذا يا إسماعيل؟ لقد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الخلافة. تذكر قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. لماذا لا تنطق بهذا أمام المهتدي بالله؟ أنا لا أخشى في الحق لومة لائم، ولكن يجب أن تعلم أن الناس قد بايعت المهتدي بالله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والمهتدي بالله لم يأمر الناس بمعصية، وخروجك عن طاعته هو إعراض عن رأي الجماعة. إني أبغضك أبغضك، لكني لا أريد أن أقتلك مع كوني أقدر على ذلك. هيا هيا اذهب إلى حال سبيلك، أخرجه من هنا، لا أريد رؤية وجهه. هيا هيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هيا ادفعه بالقوة. تذكر قدرة الله عليك، وتذكر هول يوم القيامة، تذكر القبر عندما تبقى وحدك لدود الأرض. رش رش. ماذا أصابني؟ ماذا أصابني؟ ماذا أصابني؟ سيدي نعم نعم نعم، أعد وأمر الرجال بحفر حفرة واسعة واملأوها بالماء كي ألقي بجسمي فيها. أمرك يا سيدي أمرك أمرك. ها ماذا أصابني؟ ماذا أصابني؟ ماذا أصابني؟ يا رجل أنت رجل انتظر، إن سيدي إسماعيل يريدك لأمر مهم. النار النار النار. النار النار. أهي الحمى أم الطاعون؟ ربما يكون الطاعون، فلقد طمعت بالأمس في ثمرة أكلت نصفها الفئران. يا للطمع يا للطمع. لماذا يا نفس لماذا؟ يا سيدي أعطني الماء أعطني الماء لينطفئ لهيبي. سيدي ها هو الرجل قد عاد. ماذا فعلت؟
فعلت؟ ماذا فعلت في أيها النيسابوري؟ لقد سحرتني. نعم سحرتني. لقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. في وجودك أرتاح بعض الشيء. أخاف عليك من نفسك. ضيعتني نفسي. هذا الذي تقول يا سيدي؟ اصمت أنت، تكلم أنت، قل ما تريده ولن أمنعك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تظلموا. حدثني عن أي شيء آخر غير الظلم. وما جدوى أن أحدثك بأشياء لا تفعلها. إني على استعداد أن أروي لك عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن هذا سيزيدك عذابا يوم القيامة. ولماذا؟ لأنك إن لم تكن تعلم فستكون قد علمت عند سماعك. إذن فمن الأفضل لك أن تتوب إلى الله أو أن تتركني أصمت. لا لا تصمت، لا تصمت، فعندما تتحدث ينطفئ اللهيب وتقل الأوجاع. تحدث، تحدث بما تريد ولن أمنعك أبدا. ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وماذا سيفعل من يذهب بلا صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ لا أدري بماذا أجيبك. مر رجالي بالعودة إلى أماكنهم الأولى. ماذا؟ مرهم بفك الحصار عن الحجاج. ولكن افعل ما أمرتك به وإلا قتلتك. سيدي لو فعلنا ذلك. قلت لك افعل ما أمرتك به. أمرك يا سيدي. الله أكبر ولله الحمد. لقد أمرتكم من قبل بألا تقرأوا كتاب الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري، واليوم أطلب منكم أن تقرؤوه وتحفظوه، فوالله ما جعلني أعادي البخاري إلا هوى النفس، وإني أعترف بذلك. لقد أنسيت ما رواه أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ماذا حدث لك يا سيدي؟ أدخلني غرفتي يا عمر. والدرس؟ إن حفظ أحدكم البخاري فسيصبح من العلماء.
في فكاتكم، نجح مسلم في فكاتكم. أبشروا أيها الناس، أبشروا أيها الرجال. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله. قلت لي ما اسمه؟ يقولون إن اسمه مسلم بن الحجاج، وإن موطنه نيسابور. نعم نعم، سمعت عن تقواه، عن ورعه. سمعت أن الإمام البخاري شهد له وشهد لعلمه. مولاي الخليفة، لابد وأن تعطيه مكافأة مرضية. أنا سوف أدعوه ليقيم معنا هنا في بغداد، وسوف ألقبه إمام المسلمين. أما عن المكافأة فرغم فقر البلاد، لكني سأدبرها له. أنا لا أصدق ما فعلت. ولا أنا. نعم، أنا لا أصدق ما فعلته. إن كلمات الرجل الصالح كانت من السحر، بل هي أشد منها. صبوا الماء على رأسي، صبوا الماء على رأسي. مرحى مرحى، من أين جاءتك هذه الأخبار الطيبة؟ لقد عاد الحجاج وأخبروني بما رأوه وبما كان من أمر أمير المؤمنين. أهو الآن في بغداد؟ نعم. أريد يا عمر، أريد أن نكفر عن أخطائنا ونذهب إليه ونخبره بأن نيسابور وأهلها ينتظرون عودته، وبأنني أريد أن أصلي خلف إمام المسلمين. سأذهب إلى بغداد إن شاء الله. هذه جائزتي؟ نعم. أرجو من أمير المؤمنين أن يعفيني من قبولها. لماذا؟ إن أمير المؤمنين على استعداد لمضاعفتها. أنا لا أفكر في هذا. فيما تفكر إذن؟ في الأطفال الجائعين واليتامى الذين يبيتون في العراء، يفترشون الأرض ويتظللون بسماء، في أولئك الذين لا يجدون كسرة خبز أو ثيابا تداري عوراتهم. إنني يا أمير المؤمنين أتنازل عن هذه الجائزة لهؤلاء جميعا. والله لم أرى مثلك قط يا مسلم. والآن فليأذن لي أمير المؤمنين بالسفر إلى مصر. لماذا؟ ألن تبقى معنا؟
أمامي مهمة شاقة، أرجو الله عز وجل أن يوفقني فيها. إنه حسبما أخبرني ينوي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام بنفس طريقة البخاري. هي مهمة شاقة جدا. لقد بلغني أن البخاري جمع صحيحه في 16 عاما. نعم هذا صحيح. لقد وصلتني نسخة من صحيح البخاري، وكنت أرجو أن تراجعها لي قبل مغادرتك بغداد. إني أحفظ جميع الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه. مؤكد أنك تحفظ متن الحديث فقط، أما الإسناد فهو أمر صعب الحفظ لتداخل الأسماء واختلافها. إنني والحمد لله أحفظ الأحاديث والأسانيد. إذن أنت تحفظ الكتاب من أول كلمة فيه لآخر كلمة فيه؟ بفضل الله، نعم. والله لقد وهبك الله للمسلمين في هذا الزمان. ومن أنا لكي تصفني بأنني هبة من الله للمسلمين؟ أين أنا من البخاري؟ إنك تشبهه كثيرا. إنني لا أعدو قطرة في مداد قلم البخاري. هذا هو تواضع العلماء. نيران! نيران! النيران لا يطفئها الماء! النيران لا يطفئها الماء! لا شفاء لهذا المرض يا ولد. أطفئ النيران التي تخرج مني! أطفئ النيران التي تخرج مني! صب الماء فوقي! صب الماء فوقي! لابد من إحضار طبيب! حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير قال أخبرنا. انتظر لحظة يا شيخ، لقد قلت إن قتادة قد حدثك؟ نعم. ولماذا لم تقل إنه أخبرك؟ لا أظن أن فرقا كبيرا بين حدثنا وأخبرنا. لا يا شيخ أحمد، حدثنا لما سمعته من لفظ الراوي مباشرة، وأخبرنا لما قرئ عليك. إذن فقد حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير. وهل قابلت قتادة؟ نعم قابلته ودرست الحديث على يديه. من كان معك واستمع لنفس الحديث الذي تنوي أن تخبرني به؟ عبد الله بن موسى وسعيد بن المعتصم، كلاهما من مصر، أليس كذلك؟ بلى. إذن فلنترك هذا الحديث. لماذا؟ إنه حديث صحيح وغير قابل للشك، وإسناده صحيح. معذرة يا شيخ أحمد بن عبد الرحمن، إنني على يقين من أن البخاري قد ترك آلاف الأحاديث الصحيحة، وبأنني سأترك مثله آلاف الأحاديث الصحيحة، لا لشيء إلا لعدم توافر الشروط التي حددناها لجمع الحديث. فلو أنك قلت لي إن هناك من استمع لهذا الحديث في بلد آخر وليكن مثلا اليمن، ووافق متن الحديث الذي ستخبرني به نفس المتن
الذي سيخبرني به الرجل اليمني، عندئذ سأخذ الحديث. أما كونك ومن استمع لهذا الحديث من بلد واحد فهذا قد يخلق بعض الشك والريبة. يا مسلم يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، إنك يا مسلم تتمتع بذاكرة نادرة. فأبو هريرة رضي الله عنه هو أيضا قد روى الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمغيرة رواه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لقد احتج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على جواز كتابة الأحاديث النبوية الشريفة، وكان في مقدمة هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جمع بعض الأحاديث في كتاب أسماه الصحيفة. أنا لا أدري أين هو الآن، في مصر أو في الشام أو في الحجاز أو في اليمن، لا أدري. لقد تأخرت يا عمر، وتأخر الزهلي أيضا. على كل حال، لقد وعدني مسلم بأن يزورني عندما يجيء إلى بغداد، وعندئذ سأخبره بما أخبرتني به. كيف حالك يا سيدي؟ سيدي! والمراد بالمراقبة هو أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، فيلزمها إياها في كل لحظة من لحظات حياته، حتى يتم لها اليقين بأن الله عز وجل مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها. وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا إمام، إنك تحدثنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبرنا بما لا نعرفه من أمور ديننا، ونحن نستأثر بعلمك الغزير. ورأيي أن تذهب إلى من هم في حاجة إليك أكثر منا. تأدب يا هذا، فنحن في حاجة لعلم الإمام. أرأيتم كيف أترك مجلسي وآتي إليه لأتعلم منه؟ يا شيخ أحمد، إنني أقصد هؤلاء الذين يعبدون الأوثان ويعيشون بيننا. أجننت؟ أهناك من يعبد الأصنام ويعيش بيننا؟ نعم يا سيدي. أخبرنا أكرمك الله بهذا الأمر. إنني أعمل في تجارة الأغنام، وأذهب إلى بلاد النوبة والسودان، وهناك وجدت قوما يعبدون الأصنام. ولماذا لم تدعوهم إلى الإسلام؟ بمجرد اقترابي منهم ظنوا أنني ساحر وطردوني. Yeah.
ليشرب كل شاب منكم تلك الدماء الطاهرة حتى لا يصيبه سحر الذين يأتون إلينا من الشمال. هيا الأعظم يا إله آبائنا وأجدادنا، احمنا من هؤلاء الذين يأتون إلينا. اشربوا اشربوا. السلام على من اتبع الهدى. إن كنت تاجرا فالطريق أمامك، فنحن لا نعترض طريق أحد. أعرف ذلك. لماذا تقف عندنا إذن؟ أليس الكرم من شيمتكم؟ بلى، ولكننا نخاف السحر. أنا لست ساحرا، وديننا ينهانا عن السحر. أي دين تقصد؟ إني أعبد الله الواحد الأحد. دينك هو دين الله؟ دين الإسلام هو دين الله. الإسلام؟ معظم الذين يمرون هنا من المسلمين. قل لي، ما الإسلام؟ قبل أن أحدثك في أي شيء، أرجو أن تصطحبني معك لدارك، فأنا جوعان. هيا هيا معي، اتبعني. لم تسافر إلى مصر؟ أمير المؤمنين لا يعرف مكانه. ألم يخبرك التجار بأنه في مصر؟ أخبروني يا شيخنا، ولكن ماذا يا عمر؟ يا شيخنا الفاضل، إني أخاف أن أسافر إلى مصر فأجده قد تركها وسافر إلى بلد آخر. أريده أن يعود إلى نيسابور في حياته. سيحدث ذلك إن شاء الله. لم يعد في العمر بقية يا عمر، لم يعد في العمر بقية. عندي فكرة يا شيخنا. هاتها يا ولدي. نرسل لجميع الولاة في كل الأمصار بأنك تريد عودة مسلم إلى نيسابور. فكرة صائبة، لكن هل تظن أن مسلما سيعود؟ ربما. أريد أن أعتذر له أمام الجميع، وأن أعيد له حقه الضائع. لماذا لا تأكل يا هذا؟ ألم تقل إنك جائع؟ إن ديني
يمنعني أن آكل ما أهل لغير الله وما ذبح على الأنصاب. وما الإسلام يا هذا؟ لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام هو أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. أخلق إلهكم السماء والأرض؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي حديث هذا الذي قلت؟ إنه القرآن كتاب الله. وما الله؟ إنه عز وجل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب غيره. إنه جل وعلا موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. أله تمثال تسجدون له؟ الله يرانا ولا نراه. وماذا عن إله آبائنا؟ أهو من الخشب أم من الحجارة؟ ألم تره؟ لم أنتبه إن كان من الخشب أم من الحجارة. بل من الحجارة. حجارة صماء لا تضر ولا تنفع. هل علمت بقصة نبي الله إبراهيم؟ لا. إذن سأخبرك بها. قل وكل آذان مصغية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولوا جميعا ورائي: نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. الحمد لله، الحمد لله. هيا هيا يا إخواني فلنتوضأ ولنصلي جميعا. هيا هيا، فتح الله عليكم. هيا هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة، فلنكمل حديثنا.
وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد اختلط الحديث في رأس أحمد بن عبد الرحمن. لماذا يا ولدي؟ إنه حديث صحيح وقد أورده البخاري في صحيحه. نعم هو صحيح، ولكن أبا هريرة هو راويه. أستغفر الله أستغفر الله، حقا يا ولدي لقد أصبت. أيها الإخوة، لقد أخطأت وقد أصاب زميلكم. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنا بودي أن تبقى معنا. أعدك بالعودة إن شاء الله. إن شاء الله. إن 30,000 نفس دخلوا في الإسلام على يديك، يدعون الله أن يوفقك فيما تسير إليه. بارك الله فيكم وثبتكم على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من قال إنك جننت؟ لا تأخذ عني الحديث يا مسلم، فلقد اختلط علي الأمر وبدا النسيان يطاردني. نسيان المتن أم نسيان الإسناد؟ لا، إنني أصبحت على غير يقين مما أنطق، فدعني وشأني ولا تسألني بعد اليوم عن أي حديث أذكره. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها أمانة يا مسلم، وأخاف أن تكون يوم القيامة ندامة، فابتعد عني. لقد أبلغوني بما حدث وأخبروني بأنك قد ذكرت أنسا رضي الله عنه في حديث لأبي هريرة، والجميع يشهد بأنك لم تخطئ من قبل ولا من بعد. ليس هناك بعد، خطأ واحد بالنسبة لي يعني اعتزال العلم. سأبقى في داري، أستغفر الله وأدعوه أن يغفر لي يوم القيامة. هذا هو حال المؤمن العالم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني لا أشك في أن هذا مسلم بن الحجاج. نعم إنه هو. يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، البشرى يا أهل بغداد، البشرى، قد جاءكم مسلم بن الحجاج. يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، البشرى، قد جاءكم مسلم بن الحجاج. مرحبا 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 بإمام المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. هل انتهيت مما بدأت فيه؟ ليس بعد. إذن أخبرنا بما وصلت إليه. لقد استمعت إلى 600 راو غير ما استمع إليه البخاري، وفكرت في تقسيم كتابي إلى كتب. وسوف تقوم بتقسيم الكتاب إلى أبواب مثلما فعل البخاري؟ لا يا أمير المؤمنين، فالبخاري كان يذهب إلى آراء فقهية من خلال ترتيبه، أما أنا فمقصدي جمع الحديث فقط، وليس استنباط الأحكام الفقهية من خلال ترتيب الأحاديث. إذن فسوف تسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد. نعم، فكرة رائعة تفيد كل من يريد أن يحفظ الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينتفع بها الجميع. مولاي، إنك لم تخبره بأمر الذهلي. أحدث له مكروه؟ أيحزنك هذا يا مسلم؟ إنه معلمي. هو يدعوك للعودة إلى نيسابور. نيسابور، كم أتوق للعودة إليها. عد يا مسلم، عد، فهو يريد أن يراك قبل أن... أهو مريض؟ بلغني ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى هل سيأتي قبل أن أرحل عن الدنيا؟ لا تفكر في هذا الأمر الآن يا سيدي. فيما أفكر إذن؟ لا تفتح الباب، إنهم يريدون زيارتي وأنا غير قادر على التحديق في وجوههم. إنهم تلاميذك يا إمام. أخبرهم بأني أريد الراحة اليوم. أمرك يا إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمعقول هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخيل إلي أني سمعت هذا الصوت من قبل. أدن مني لأحدق فيك وأعرفك. إنه أنا مسلم يا إمام. مسلم؟ لست أنا الإمام،
ما أنت الإمام يا ولدي.